في خبر عن السودان موجود اهو، في حملة لحشد قول يا عالمي سيدي. لإنقاذ السودانيين من المجاعة. تمام يعني الجوع وصل تمام السودان رغم ان هي تعتبر يعني بالاراضي اللي موجودة وتتزرع تعتبر سلة غذاء العالم لو اتزرعت صح، ما هو يا فندم والسودانيين خدوا السودان بالهم بقالها ان عندهم 20 سنة ثروة يعني في حرب للاسف. أهلية، 20 سنة في حرب أهلية. هي ده، هي الحرب الأخيرة دي من الدعم السريع والبرهان، هي دي كانت آخر. لا ده كان في قبلها سلسلة حروب، والسودان قبائلية وهو ده العيب، يعني ما بيساعدوش بعض. فيها خير وفيها أرض وفيها، لكن ما فيهاش تقدم، ما فيهاش طب فكر. ازاي السودان وبعدين عملت السودان استفتاء علشان متلاقية. يعني يا استاذ هاني سنة 54 او 55 لما عملوا استفتاء عشان ينفصلوا عن مصر يعني وعن المملكة المصرية بان في الثورة المباركة سنة 23 وان هم ادوهم الحرية انهم ينفصلوا او يستمروا، كانوا جايبين الاتحاد ده منين علشان يعملوا اصوات يعني؟ ما هم كانوا منفصلين وقبائل وقتها برضه. اتفضل شوف حضرتك، عايز تتكلم عن السودان بصراحة؟ اتفضل. ده موضوع كبير جدا، لأن ايوه السودان ما حاسة إن مصر احتلت أراضيها لغاية دلوقتي. يقول لك أنت احتلتنا وأنت اللي فرضت علينا كلمة السودان. إحنا بلد كوش وليس السودان، بلد كوش. واخد بال حضرتك؟ بلاد كوش وليس السودان. طيب تمام. هم وبعدين ما كانش في ملك مصر والسودان غير اسمه ايه ده؟ طب هم ما غيروش فاروق. الاسم ليه؟ يعني ما كانتش ما هو مثلا هو بتاعتنا قبل هم من كده. سنة 67 هم ليهم رئيس من سنة 67 ورئيس مستقل وجعفر النميري وقيادة مستقلة، ما غيروش الاسم ليه يا استاذ هاني؟ لان هناك السنه تسيطر على الموقف، والسنه تتبع العرب، والعرب ما بيغيروش الاسم. واخد بال حضرتك؟ انما في ناس هناك بيقول لك احنا افارقه وليس عرب، واحنا ديانات اخرى وليس الاسلام والمسيحيه. لا هم عندهم مشاكل لا حصر لها، تتوه معاهم وما تعرفش مين صح ومين غلط. والسودان كده كده داخل على تقسيم، و داخل على تقسيم تاني غير يعني الاولاني، طبعا هو ده تقسيم. هيبقى هو جنوب هيبقى السودان ثلاث دول مش كده في الشمال؟ ده لسه فيه كردفان لوحديها، والنوبه لوحديها، وخرطوم لوحديها، داخل على خمس تقسيمات والقبائل مش. وهو الدعم السريع بيعمل ايه غير ان هو بيشعل الفتح؟ بس النوبة تبع مصر مش ادي تبع ادي السودان ادي مش كده؟ نعم. النوبة دي تبع مصر مش السودان. لا الجزء الاكبر في السودان. يعني النوبة بينتهي الى وادي قبل وادي حلفة بمراحل كده بس في استمرار برضو للنوبة مش كده؟ استمرار عائلي وثقافي، ولكن النوبة جزئين، جزء طب انا اقول لك حاجة، هو ليه ما فيش مقترح من الدول العربية ان يبقى في كل التقسيمات دي ممكن يعترف بيها بس يبقى الحكم فيدرالي؟ ايوه تاني يعني معلش عشان الصوت قطع. يعني ممكن التقسيمات دي يعترف بيها كقبائل وكل حاجة لكن يبقى في حكم فيدرالي لكل دول مع بعض ما احنا بقى ما لا زي احنا لا الصومال، ما نتقبل الصومال اتحلت المشكلة بتاعتها بقت جمهورية الصومال الفيدرالية. الصومال برضو قايمين على بعض، يعني مش بلد مستقرة ولا حاجة، بس إلى هي حد بقى ايه ما حصل اللي لأن كانت في اضطرابات كتيرة جدا من 10 سنين، الصومال دي كانت يعني مرتع خصب لأي حد وتجارة سلاح بدون طبعا. يعني طبعا مش مستقرة بالمعنى الاستقرار الدولي ال 100%، لكن انتهت الصراعات بالحكم الفيدرالي، والعراق على فكرة هتنتهي الصراعات فيها بالحكم الفيدرالي. يعني نسيب الكلام ده للمستقبل ما هو للقادم، ما هو لان عشان احنا بدل ما عندنا يتحاربوا مشكلة في في بعض اليمن بحرب وعندنا أهلية ومين يحكم، لا أنا وأنت. ما هو الفيدرالي دي يعني أنا وأنت يبقى اهو مش يانا يا أنت، أنا يبقى اهو وأنت مش يانا يا أنت، أنا وأنت. ما هو كده بقى، يبقى احنا حققنا الفكرة اللي كانت قامت عليها الربيع العربي ان هو يقسم، وده اللي حصل. وانا قلت لك قبل كده ما هو ان كل الجمهوريات
سقطت وتدور على الممالك. ما فيش جمهورية في الشرق العربي مستقرة غير مصر. ليه الجزائر ما حصلهاش حاجة؟ لبال ايه يا عم؟ انت بكلمك على العربي. ايوه الجزائر، بقول الجزائر ما حصلهاش حاجة. الجزائر اساسا متقسمة لوحدها. الجزائر من قبل الربيع العربي وهي بيموتوا في بعض، والامازيغ والعرب هناك والطوارق وكل الكلام ده بيموتوا في بعض من قبل الربيع العربي، من قبل 2011. طب والتقسيم ده ايه يعني؟ التقسيم ده يعني تعتقد ان اوروبا مشاركه فيه ولا هو بس تقسيم داخلي بين القبائل؟ طبعا جزء كبير من اوروبا مشاركه فيه، واي حاجه بتحصل في الجزائر وراها فرنسا، ده اكيد يعني، ودول اخرى، ودول اخرى على فكره مش فرنسا بس. والبلد اللي كان فيها الذهب دي، ما هي الخناقه برضه، ما هو الفيدراليه دي يعني ما فيش تقسيم برضه يا استاذ هاني، يعني الفيدراليه دي يبقى واحده واحده بس تبقى الـ 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 السلطه مقسمه جواها، لكن هو في قانون فيدرالي موحد ليهم كله؟ ده موضوع تاني، هم مش معترفين بالكلام ده، وهيجي في وقته لما تبتدي كل القوى تخور ها وتستسلم، ساعتها بقى هيبتدوا يدوروا على الحل. انما طول ما انت قوي وبتضرب وفي دول ومن وراك بتديك السلاح وبتديك الفلوس، ما عنديش مشكله، انا هحقق الاهداف اللي في دماغي، واخد بال حضرتك؟ هو ده الوضع. لكن هل كنا نتخيل في يوم من الايام ان السودان توصل لمجاعه؟ يعني ارض الزراعه والميه توصل ان يبقى فيها مجاعه؟ والله اي بلد بتحارب سنين طويله بتحارب هذه الحرب الغوغائيه يعني. طبعا بالظبط. ده انت لولا شات البترول اللي في ليبيا كانوا شحتوا. بالظبط. واليمن اصل انت مش شايف المآسي كمان اللي موجوده. انت بتسمع بس عن حروب واخبار حروب زي ما الكتاب المقدس قال. لكن مش شايف جوه في ايه. ما احنا شفنا كتير من سنه 48 ل 73، كفايه اللي احنا شفناه، مش عايزين نشوف حاجه تانية يعني. انا ما بقولكش انت تشوف، انا بقول لك لما تشوف جوه البلاد دي ما تحاولش ترمي برضو، واخد بالك؟ انا ما برميش، انا بقول كفايه اللي احنا شفناه 48 و 67 واستنزاف و 73، كفايه يعني. هقول لك بقى ملاحظه في الموضوع ده، معلش. اتفضل. علشان بس ايه، بس ما انت اللي جبته لنفسك. اتفضل. شوف سيادتك، اسرائيل لا يمكن تكسب حرب غير لما تهاجم. لما ايه؟ واخد بال حضرتك؟ تهاجم. اسرائيل لا تستطيع الدفاع عن نفسها. 48 هجمت كسبت، 56 ما كانش ليها دخول الحرب اصلا، هاجمت مع فرنسا وانجلترا وكسبت. في 67 هي هجمت كسبت. 56 كان ليها هدف سياسي من الاشتراك في الحرب العدوان الثلاثي على سبيل المثال، السفن بتاعتها تمر في العقبه. ثانيه واحده، اتفضل. لا هي كانت وكانها حليفه لهم، واخد بال حضرتك؟ علشان هم اللي كانوا شايلينها ساعتها انجلترا وفرنسا، واصبحت طبعا انت عارف كويس قوي ان حرب 56 هي اللي خلت انجلترا وفرنسا بلاد من الدرجه الثانيه. ساعتها ظهرت روسيا وامريكا. في حرب الاستنزاف عيطوا وطلبوا طلب رسمي بوقف الحرب. وانت فاكر الايام دي. في حرب 73 لما احنا هاجمنا كسبناهم. لما العيال بتوع حماس هجموا عليهم ما عرفوش يعملوا حاجه. ولذلك هم بيهجموا فقط دلوقتي، لانه لو حصل هجوم من حماس مش هيعرفوا يردوا. انما هم يعرفوا يهجموا فقط. فاذا لم تهجم اسرائيل لا تنجح. ودي واضحه زي الشمس يعني كل ولسه احنا داخلين على حرب مع اليمن. انت فاكر ان الحرب مع الحوثيين دي هتقف على كده؟ ده تقريبا خلاص بتخلص في غزه وهتنقل على جنوب لبنان واليمن. هيبقى في سلسله اخرى من الحروب. بس هو جنوب لبنان ده مطلب عربي، اعتقد انه مطلب عربي كمان برضو، القضاء على الجزئيه بتاعت جنوب لبنان لانها تتبع ايران.
والله الناس مش يعني عايزه تعترف يا استاذ هاني ان ده مطلب عربي وكله هيهرب. لا لا مش هيقولوا كده. مش هيقولوا، لكن ده حقيقه مش كده؟ والقضاء على الحوثيين مطلب سعودي. ده موضوع يخص السعوديه. صح كده؟ يعني موافق للمطلب الدولي. طيب. يعني احنا لخصنا الحكايه كلها، لكن انا عايز اقول كلمه اخيره ان مصر فعلا بتهتم بالسياحه. مصر كمان في خبر هنا عن انها من ضمن يعني على راس 10 دول في الاستثمار في افريقيا، وان كمان في مقاله ان الرئيس السيسي رجع رياده مصر للدول الافريقيه، وده مكسب اقتصادي قبل ما يبقى مكسب سياسي. في خلال دقيقتين بس علق لنا على الثلاث حاجات دول، اتفضل. طبعا انا اقدر اقول انه الخطه المصريه اللي انا كنت كلمتك عليها في الاول برضه، اللي هي ان احنا تبقى مصر مركز وميناء عالمي من كل شواطئها، دي حاجه. السياحه في مصر هي اللي هتقوم مصر، لان احنا جاهزين ليها، الا بس نغير شويه الافكار اللي في دماغنا. الريس طبعا هو ده هدفه الرئيسي، الناس يمكن لسه مش مستوعبه الوضع وبيتكلموا في حاجات صغيره، لكن انا اعتقد ان مستقبل مصر ان شاء الله الفتره الجايه في السياحه وفي المواني الكبيره ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ هاني الجزيري، رئيس مجلس اداره جريدة الملايين وأيضا رئيس تحريرها.